نجوم الغناء صار لهم حصة كبيرة بالسباق الدرامي، ولكن هالاهتمام بالأغنية منو حالة طارئة بعالم الدراما. من زمان كانت الأغنية جزء أساسي لتكمل نجاح أي عمل، بس الفرق إنه ما كان أي فنان بيقدر يغني تيت المسلسل، لأنه الاعتبار بهالحالة للصوت وبس. يجي النهار يقعد غريب الدار لالي وسكن. كان المطلوب دايما صوت دافي حساس في شجن وقادر يترجم نبض الناس وأحاسيسهم، خصوصا أنه أغنية المسلسل لها طابع مختلف عن الأغنية العادية، ويمكن نعتبرها مزيج من أغنية سياسية واجتماعية بتتطلب أداء احترافي قادر يرافق الناس يوميا على مدار شهر كامل من دون ما يحسوا بأي ملل أو انزعاج. محمد الحلو، علي الحجار ومدحت صالح، ثلاث فنانين مصريين ما كان عندهم نجومية كاسحة بين نجوم جيلهم، ولكن أسماءهم كانت كفيلة لتضمن نجاح أي تيتر وبالتالي أي عمل درامي. أغنيات المسلسلات بأصواتهم بعد لهلأ مرتبطة بذاكرة جيل الثمانينات والتسعينات، ويمكن أول غنية بتخطر على بالنا هي ليالي الحلمية اللي غناها محمد الحلو، والتسقت بذاكرتنا الرمضانية وبعدها من 30 سنة تقريباً لهلأ واحدة من أشهر التترات بتاريخ التلفزيون المصري والعربي. ومن الأصوات النسائية بتعتبر أنغام أول وأهم من غنت بالدراما العربية، وهذا الشيء منحها طبعاً مكانة خاصة بوجدان جيل كامل ربي على مسلسلات حفرت بذاكرته، من مسلسل العائلة لا حديث الصباح والمساء. أما الهدف المادي فما كان هو الأساس عند هالفنانين، لأنه كان بيكفيهم أنه عم يتعاملوا مع عباقرة هيديك المرحلة من شعراء وملحنين مثل سيد حجاب وعبد الرحمن الأبنودي، عمار الشريعي وميشيل مصري وغيرهم كتار، كانوا عم يعطوا كل مجهودهم ليعملوا أغنيات ما بتنتهي صلاحيتها مع انتهاء عرض المسلسل. أما هلأ فعم تندفع أرقام خيالية للنجوم كرمال يغنوا للمسلسلات، وصار مغني التيتر هو نفسه نجم الأغنية العادية. في مصادر بتقول أنه الأرقام تتراوح بين 50 و 300 ألف دولار لنجوم الصف الأول مثل شيرين اللي صار اسمها بيغري أي منتج دراما بعد نجاح كبير حققته أغنية مشاعر لمسلسل حكاية حياة من بطولة غادة عبد الرازق. إليسا هي كمان من أعلى الفنانات أجراً، وبتعتبر اليوم من أهم من بيغني التيتر بعد نجاح كبير حققته أغنية لو. لو غمضت عيني ومشيت. أما دراما السورية فهي ولا مرة انجرت ورا الأسماء اللامعة، وإذا استثنينا أغنيات معدودة مثل أنا الدمشقي بصوت أصالة نصري بمسلسل نزار إباني مثلا، منقول أنه أشهر الشارات الغنائية أدتها أصوات غير معروفة، وضل نجاحها مرتبط بالمسلسل نفسه مثل أغنية باب الحارة أو التغريبة الفلسطينية. كفنا من وسادتي لا تسأل عن. أما أغنية وشاء الهوى اللي كمان نجحت كتير بوقتها فكانت فتحة خير على مغنيتها لينا شماميان اللي صارت من بعدها فنانة معروفة وموجودة هالسنة كمان بأغنية مسلسل مسافة أمان. شي مرة تبعتوا مسلسل لأن حبيتوا أغنيته؟ وشو برأيكم أكتر غنية حبيتوها لحد هلأ من مسلسلات رمضان هيدا الموسم؟ وأي أغنية مسلسل قديم بعد علقة بذكرتكم؟ شاركونا أراءكم على موقع درج ميديا على قناة يوتيوب.